أن يذكره بما يكون يوم المعاد، أن يذكره بالجنة، حتى لا يتعلق قلبه بالدنيا فيصبح له شغف بجنات عدن. والله عز وجل قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال: قطوفها دانية. وقال: من ثمرات النخيل والأعناب، وإن كان هذا في الدنيا. والمقصود قدومك إلى ربك، بعده يحصل الخير الذي لا انقطاع له. قال الله عز وجل: عطاء غير مجذوب. إذا طعمت، إذا ركبت، إذا تيسر لك مكان، إذا رأيت الأنهار تجري، إذا رأيت ما رأيت من نعم الله جل وعلا عليك، تذكر النعيم الخالد، فإن الموت نغص على أهل الدنيا نعيمهم، فتذكر النعيم الخالد. يقول الله: وللآخرة خير وأبقى. ويقول جل وعلا: ولا دار الآخرة خير. ويقول جل وعلا: عطاء غير مجذوذ.